اليوم فنقترح لكم كيكاب الكلاصاج ديال القهوه. غادي نحتاجوا في المقادير الاربعه ديال البيضات، كاسونس ديال السكر سنيده، كاس ديال الزيت، كاس ديال ياغورت بالنكهه ديال الفاني، جوج كيسان ديال دقيق الفورس، ثلاثه ديال الخمالات ديال الحلو. دائما كنعبروا بالكاس ديال العنبه. فبالنسبه للكلاصاج ديال القهوه قلنا بياض جوج بيضات مع كاس ديال السكر كلاصي، معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان، ومعلقه كبيره ديال الماء زهر. وباش نزينوا اما شويه ديال اللوز مسلوق مقشر مقلي ومهرمش، اولا الكاوكاو محمر شويه اولا مصهد في الفران ونهرمشوا حتى هو. هذا بالنسبه للتزيين. طريقه سهله بالنسبه لكيكاب الكلاصاج ديال القهوه، غادي ناخذ واحد الاناء متوسط، غادي نعملوا فيه اربعه ديال البيضات مع كاس ونص ديال السكر سنيده. دائما كنعبروا بالكاس ديال العنبه. غادي نطربوا مزيان بالطراب الكهربائي ربعه البيضات مع كاس ونص ديال السكر سنيده. ملي كيتخلط مزيان البيض مع السكر كيدوب داك السكر في البيض، غادي نضيفوا كاس ديال الزيت ونبداو نطربوا دائما بالطراب الكهربائي. نضيفوا كذلك كاس ديال الياغورت بالنكهه ديال الفاني، ونبقاو دائما نواصلوا بالتطراب بالطراب الكهربائي حتى كنحصلوا على واحد الكريمه اللي هي رطبه بزاف. غادي ناخذوا زلافه غادي نخلطوا فيها جوج كيسان ديال دقيق الفورس مع ثلاثه الخمارات ديال الحلوه مغربلين جوج المرات. ومن بعد هذا الخليط ديال الدقيق مع الخمارات غادي نضيفوا الخليط الاول. قلنا في الطراب الكهربائي غادي نخلطوا ربعه ديال البيضات مع كاس ونص ديال السكر سنيده، نطربوا واحد شويه، ومن بعد نضيفوا كاس ديال الزيت، نزيدوا نطربوا، ومن بعد نضيفوا كاس ديال الياغورت بالنكهه ديال الفاني. غادي نطربوا مزيان هذه المقادير كلها حتى نحصلوا على واحد الكريمه اللي هي رطبه بزاف. ومن بعد غادي ناخذوا زلافه متوسطه اخرى غادي نخلطوا فيها جوج كيسان ديال الدقيق الفورس مغربلين بلين مع ثلاثة الخمارات ديال الحلوة، نحاولوا نغربلوهم جوج المرات، ونضيفوا هذا الخليط ديال الطحين مع ثلاثة الخمارات ديال الحلوة، نضيفوا الخليط الأول ديال البيض والسكر سنيدة والزيت والياغورت، ومن بعد كنخلطوا غير بالمعلقة بلا تراب كهربائي، غير بالتراب اليدوي أولا بشي معلقة أولا سباتول، نبداو نخلطوا هذه المقادير غير بشوية، ومن بعد فحنا كناخذوا المول اللي اختارينا، غادي ندهنوه بشوية ديال الزبدة، نرشوه بشوية ديال الطحين، ومن بعد غادي نفرغوا هذا العجين ديال الكيك، وندخلوهم الفران على درجة 180 درجة تقريبا واحد 45 دقيقة. ومن بعد ملي كطيب وكتحمر هذه الكيكه كنزولوها يعني من القالب ديالها، نخليوها تتبرد شويه، ومن بعد غادي نزولوا هذا الكيك من القالب وكنحتفظوا بها على جنب، وكنمشيو نوجدوا الكلاصاج ديال القهوه. الطريقه ديالو سهله، في كاسرونه اللي فيها الماء على طريقه حمام مريم، غادي ناخذوا كاسرونه غادي نديروا فيها شويه ديال الماء، وفوق منها واحد زلافه يعني اللي غتكفانا فوق فوق الكاسرونه، غادي نديروا ديك الزلافه ديال الدجاج، وغادي نديروا فيها بياض جوج ديال البيضات، غادي نضيفوا ليهم كاس ديال السكر كلاصي على عافيه مهيله، ونبقاو نطربوا بالتراب الكهربائي يعني فوق العافيه على طريقه حمام مريم، وحنا كنطربوا بيض جوج بيضات مع كاس ديال السكر كلاصي حتى نحصلوا على واحد الكريمه بحال الثلج يعني بيضه بزاف. ومن بعد غادي ندفعوا على العافيه، وغادي ناخذوا هذاك الكلاصاج البيض ديال بيض البيض مع السكر كلاصي، نفرغوه في واحد الاناء، ومن بعد غادي نضيفوا ليه ديك معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان اللي خلطناها في معلقه كبيره ديال الماء زهر. يعني ناخذوا معلقه كبيره ديال الماء زهر نديروها في واحد الكاس، نضيفوا ليها معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان، نخلطوها باش دوك الحبيبات ديال القهوه يذوبوا في هذاك الماء زهر، ومن بعد كنهزوا هذا الخليط ديال الماء زهر مع القهوه سريعه الذوبان، وكنفرغوه على الخليط البيض ديال بيض البيض مع السكر كلاصي، كنحصلوا على واحد اللون اللي هو شوكولاتي بيج. ومن بعد كناخذوا هذيك الكيكه كنقسموها من الوسط ديالها، ممكن اما بسكين اللي تيكون عريض تيكون خاص باش كنقطعوا به الحلوه اولا الكيك من الوسط وكتبقى هكا في نفس الشكل ديالها مسطحه، اولا ممكن كتفوي فقط غير بواحد الخيط اولا صبيب على حسب. ومن بعد كنقطعوا الكيكه على جوج كندهنوها بالكلاصاج ديال القهوه من الوسط، وكنعاودوا نديروا هذيك الطبقه الفوقانيه ديال الكيكه، وكنعاودوا ندهنوا الوجه ديالها من الفوق بالكلاصاج. لكم الاختيار، اما نعاودوا ندهنوا الكلاصاج ديالها من الفوق فقط ونرشوا بشويه ديال اللوز مهرمش اولا شويه ديال الكاوكاو، اولا ممكن ندهنوها كامله بالجوانب ديالها. ولكم الاختيار، اما الفيرميسيل الشعريه ديال الشوكولات بالنسبه للوليدات، اولا نكتفيو غير نزينوها باللوز مهرمش اولا بكاوكاو مهرمش، وبالصحه والراحه.